اهلا وسهلا. لك عندكم ياها وراثه بالعيله؟ ليش عم تدق هيك؟ رح تكسر الباب. شوفي بابا اجى لهون. وانا شو بيعرفني؟ انت غبيه شي مرت عمي؟ يعني معقول ما بتعرفي مين اجى لعندك؟ ايوه ايوه والله هذا اللي كان ناقص. كيف بتحكي معي هيك ولا؟ شيل عيونك. ها بابا هون ولا لا؟ مو هون. تراك انت هون حضرة القبطان؟ لك رد علي يا قبطان، رد يا جبان. اذا عندك شجاعة واجهني، ورجيني حالك يا قبطان، واجهني وش لوش. اطلع. برافو عليك، اهلا بالقبطان. تعال في كلمتين بدي احاكيك يا هون. تفضل. يا عمري ما رح روق. تيتي ما رح روق. خليك يا جنب. لك امي شو عملت لك بابا؟ ها فهمني ليش ضربتها؟ ابني روق. ها ولك انت مين اللي حتبدي ايدك عليها؟ شو جنتك؟ ما رح تحل عنا؟ اخي بدي ما اعرف نعيش. اخي اخي بعده من وشي بعده هيك. اهدوا شوي. تعي صفحة. لو شو ما صار ما حدا يتدخل. عم تفهموا علي؟ فوتوا اتركونا. تعا يلا اضرب يلا يلا. ليش ما عم تضربني؟ اه خلص بكفي. نحن خلصنا يا زكي. انت تأخرت. ليش ما ضربتني؟ ها؟ علي؟ علي لوين؟ هيك ارتحت؟ ها؟ لما ضربت أبوك؟ احكي. خلصنا بقى تيتي. ليش ضربته لأبوك؟ لأنه ضربها لأمي. هو استغل غيابنا وإجا لعندها وضربها. لك يا تيتي أنا شو عملت لك؟ آه لأنك ضربت لي ابني.
وما دام القصة عندك تنحل بالضرب معناتها صار لازم اضربك. احكي شو رح يصير هلا؟ شو رايك ترجع تضربني؟ اه يلا اضربني مثل ما ضربتك. هالشيء مستحيل، استغفر الله. سكت يا مجنون سكت. يلا مشي قدامي، خذني لعند امك. يلا أمي. جيب لي مي عطشانة يا ابني. يلا أمي. وجعك يا ابني؟ ضربت رجلي بالباب وعم بتوجعني شوي. ابني دير بالك. طيب امي. يسلموا. صحتين وهلا. عملنا كل شيء بيطلع بايدنا، والحمد لله العملية كانت ناجحة. يعني لسه في خطر على حياته؟ رصاصة كانت قريبة من القلب، لهالسبب كنا خايفين، بس هلا عدى مرحلة الخطر ولازم يرتاح. اسمحوا لي، سلامته إن شاء الله. لو نزل لسابع أرض بدي اللي اسمه أحمد يصير عندي. يلا تحركوا. يلا ابني، هون مانو اوتيل،